واقفين عشان صاحبنا عمرو ربيع هو طالب في كليه هندسه. عمرو ربيع من الناس المؤسسين لجمعيه رساله في كليه هندسه. انا احمد ممتاز رئيس الاتحاد لسه عندنا النائب العام المساعد. هو قال الجلسه تاجلت بدل النهارده تاجلت لبكره. كل اللي يحصل ازاي كان كل اللي يحصل النهارده هيتاجل لبكره عشان احنا ما كناش نعرف اصلا عارف قبل الدور بساعه وده طوته من النيابه في الاهليه. انا عبد الرحمن عبد الناصر امين مساعد اللجنه الاهليه لاتحاد الطلبه. النهارده هنا جايين عشان خاطر اخواتنا عمرو ربيع واحمد لطفي ومصطفى السيد اللي اتحبسوا. كل تهمتهم ان هم راحوا عشان يقفوا مع اختهم اللي ماتت جهاد موسى في جامعه المنصوره. هناك اتهموهم ان هم بلطجيه مع انهم هم اتضربوا بالمطاوي. واحد عمرو ربيع واخد 8 غرز في راسه واحمد لطفي متعور ومصطفى السيد في المستشفى. كل متهمينهم ان هم بلطجيه ومتهمينهم بحياز صلاح ابيض. احنا جايين النهارده معتصمين في الكليه بينا من يوم الاربعاء وعندنا اضراب عن الدراسه تماما. احنا موجودين جينا النهارده عشان نقول ان احنا موجودين معاهم وواقفين معاهم الى ان يتم الافراج عنهم. مش احسن صفحه كنت تحط طلاب على الاستقرار. احنا جينا النهارده نقفل امام مكتب النائب العام عشان مطالبنا صوره الافراج عن زمايلنا عمرو ربيع وعمر لطفي ومصطفى سيد. الرجاله ديت وزيهم من كل كليات مصر ما يقرب من 21 طالب من حركه احرار راحوا ليطالبوا بحق جهاد كل اللي عملته انها راحت تتعلم راحت تفيد نفسها عشان تفيد مجتمعها. دكتوره تسيبها بالعربيه ما تحقق في الواقعه ولا خلت حقها. حتى الطلبه اللي راحوا ياخدوا حقها ضربوا وتسايب عليهم بلطجيه الامن وتسايب عليهم بلطجيه رئيس جامعه المنصوره. المفروض ان القانون بيكفل لهم ان هم ياخدوا الاول يسيبهم من العلاج قبل اي تحيات ومع ذلك تحقق معاهم وهم واحد مفتوح في دماغه والتاني صباعه مقطوع والتالت عاجز تماما. طالبة في جامعة المنصورة بدل ما كان الموضوع يمشي قانوني الموضوع بدأ ان الكلية بدأت تطبخ الموضوع وعميد جامعة المنصورة نفسه لازم يطبخ الموضوع. غسلوا الدم من عربية الدكتورة وبعد كده الدكتورة نفسها انكرت وبدأوا يهددوا الأسرة بتاعت الطالبة جهاد. فهناك الطلبة كانت خايفة عشان هي مش عارفة تنزل عشان الجامعة ممكن تنفذهم. جات عندنا حركات من جامعه القاهره راحت المنصوره. هناك طلعوا عليهم بلطجيه وبدا الاشتباك هناك وخدوا منهم ناس كتير. الناس كتير دي كملوا 14 مهندس منهم 3 في هندسه القاهره، واحد في اعدادي والباقيين ايه في جامعات اكبر مننا.